سبتها ليك يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ليه بس؟ ليه عملت في نفسك كده؟ ليه؟ معرفش. معرفش. طب ايه اللي حصل؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ تعال يا حبيبي، تعال خش، تعال اقعد يا ضنايا، اقعد اقعد يا ابني. اللي انا سمعته ده صحيح؟ احكي لي يا ابني ايه اللي حصل بالظبط؟ والله امي مش عارف اقول لك ايه ولا ابدا منين، بس والله العظيم مظلوم. لا انا ارهابي ولا قصدت اقتل بجد. يعني انت قتلت بجد؟ كنت بدافع عن واحده. واللي دافع عن واحده يا ابني يقوم يقتل؟ ما انا ما كنتش اقصد، والله العظيم لا اعرفه ولا اعرفه، اتحطيت في موقف لقيت نفسي بعمل كده. يعني انت قتلت بجد؟ قتلت واحد امريكاني. آه يا قلبي، يا قلبي يا قلبي. كنت بوصل طلب لقيت الراجل ده بيتهجم على واحدة، استنجد الليل، دخلت دافع عنها كان قتلنا احنا الاثنين، لقيت نفسي غصب عني غصب عني بقتله. هل انت قتلت بجد؟ قتلت بجد؟ تعيطش يالا، ده راجل، الراجل ما بيعيطش. مرزوق انا عارف موجود هنا ممكن يعمل لك مشكله كبيره في شغلك، انا هسلم عليك بسرعه وامشي. اهرب اهرب يا ادم اهرب. اهرب فيها يا مرزوق؟ يهرب ليه يا مرزوق؟ انا بلغت عنك. ايه بلغت عنه؟ يخرب بيتك. العظيم غصب عني، حكم القوي يا ادم، حكم القوي غصب عننا كلنا. Thank you.
عايز كاردون حوالين المنطقة دي كلها في منتهى السرعة، وأي حد يلمح الواد ده يضربه بالنار. حاضر يا باشا. سيف باشا، نضربه بالنار ايه سعادتك؟ هو كلب، ده بني آدم سعادتك، احنا نمسكه ونسلمه. شنبي، سبق وقلت لك الكلام ده أكتر من مرة، قلبك الحنين وإحساسك الأمن دول يتحطوا في الدرج ويتقفل عليهم كويس قوي، وبعدين تصحصح من نومك وتاخد لك حاجة دافية وبعدين تجيلي على الشغل، مفهوم؟ سيف باشا، بعد إذن سعادتك، إحنا وظيفتنا إن إحنا ضباط، وظيفتنا إن إحنا نمسك المجرم ونسلمه للمحكمة، المحكمة بقى فيها قاضي يا يحكم عليه بالإعدام يا بالبراءة، ده مش موضوعنا، لكن إحنا وظيفتنا إن إحنا ما نضربش الناس بالنار يا باشا، وبرضه تحت أمر سعادتك. باشا الواد اختفى خالص يا باشا. لازم يختفي طبعا، لازم يهرب، عشان واقفين بنرغي في كلام فاضي. ورايا انا اسف، ما لقيتش حتى استخبى فيها غير هنا. تاني اهلك يا ادم، ادخل ادخل. الحمد لله على سلامتك، انت باين تعبان لازم تخش تستريح. تعبان قوي.